بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حضرة سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. هنبتدي السيريز ده بالحديث عن المنيو. الحلقة ديت راح نتكلم فيها عن البيزك منيو بمنتهى البساطة في ال HTML العادي جدا. أنا كنت علشان أدرج قايمة كنت بدرج UL وأحط ال LI بتوعي، ولو أنا كنت عايز أدرج قايمة على شكل لينكات كنت بحط الروابط تبعي. الفرق الوحيد بس اني هبتدي اضيف كلاس مميز شوية لل ال يو ال بتاعي علشان يكون من. طبعا انا قبل ما اضيف الكلاس يا جماعة، لو انا كنت قلت الكلام بكنترول اكس ادي كنترول اس وشوفنا البريفيو هيبقى المنيو العادية ديت، لكن بمجرد ما اننا نضيف الكلاس اللي اسمه منيو هنلاقي ان الوضع اختلف وبقت بالفعل كأنها قائمة تسمح لك بإضافة مجموعة من التنسيقات، وده اللي احنا هنحاول ان شاء الله بإذن الله نتعرف عليه في السيريز اللي جاي. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.